طبعا موضوع الـ variability بتاع الـ services ده بيبقى له استراتيجيز معينة بحيث إن هي تزود الـ quality control. إزاي تزود الـ quality control؟ أول حاجة عن طريق إنك تعمل investment في الـ hiring. لازم تكون متوظف ناس مدربة كويس، لازم تكون ناس خبرة كويسة في التعامل مع الخدمات اللي أنت بتقدمها، يكونوا مدربين بشكل أول بأول بحيث ما يحصلش أي drop في مستوى الخدمة. تاني حاجة standardize the service. طبعا من الحاجات اللي بتخليك تتحكم في الفاريابيليتي انك تعمل ستاندرد معين للسيرفيس بتاعتك، وطبعا يكون الستاندرد ده هاي ستاندرد باي نيتشر، يعني علشان تكون بتقدم خدمات عالية المستوى وفي نفس الوقت ثابتة المستوى. تالت حاجة مونيتور كاستمر ساتسفاكشن، وطبعا الفاريابيليتي ديت علشان تتحكم فيها بشكل قوي لازم تبقى عارف فيدباك من الكاستمر، هو وصلوا الخدمة بشكل كويس ولا لا. البيريشابيليتي دي من خواص برضو السيرفيسز، ودي معناها ان السيرفيسز كانوت بي ستورد، يعني ما تقدرش تخزن الخدمة وتوفر ات بعد كده بوقت كمان، لا انت ما تقدرش تعمل كده لان السيرفيسز زي ما قلنا انتانجبل. طبعا البيريشابيليتي ما هياش مشكلة قوي طول ما في طلب على الخدمة بتاعتك. امتى بتظهر مشاكل البيريشابيليتي؟ لما بيقل او بيفلكتويت ايه الطلب على الخدمة بتاعتك. وفي استراتيجيز بتتعمل علشان انت تقدر تمانج الديماند سايد. بمعنى ايه؟ بمعنى انك تقدر تتحكم في الديماند، يعني رغبة الكاستمر في انه يشتري منك او انه يتعامل مع خدمتك بشكل مباشر. فانت تقدر تعمل اول حاجة differential pricing، يعني تخلي البرايس بتاعك متميز ومميز في وسط السوق والكومبيتيتورز بحيث انك تقدر تزود الديماند على الخدمة بتاعتك. تاني حاجة complementary services، بمعنى انك تقدر تنتقل من مرحلة تقديم الخدمة الأساسية إلى بقى الـ High Quality Service وإلى الـ Delight Service زي ما بيقولوا، واللي هي بيكون فيها الـ Complementary Side عالي فيها، فطبعا بيخلق نوع من الولاء للمنظومة أو بيخلي الديماند عالي. الـ Reservation System، يعني لو المكان فيه مواعيد أو فيه طريقة معينة لحجز مواعيد فأنت تقدر تعمل Reservation System في المكان ده بحيث تضمن ان الديماند ما يحصلش فيه فلكتويشن او نقص. طب استراتيجيز بقى فور مانجنج السبلاي، يعني فروم يور سايد او من الاورجنايزيشن سايد، اول حاجه يبقى فيه بارت تايم امبلويز، وده طبعا بيدي افشنسي في البرفورمانس وفي نفس الوقت بيوفر على الاورجنايزيشن الفول تايم امبلويز، وفي نفس الوقت زياده الامبلويز في الخدمه بيزود الافيلابيليتي بتاعتها، فبيكون البارت تايم امبلويز ده حل من الحلول. تاني حاجة increase the consumer participation، وتالت حاجة facilities for future expansion، عشان طبعا لو زاد الديماند عليك فانت يكون السبلاي جاهز و already expanded. يعني ازاي تمنع السيرفيس فيلير او تمنع انه يحصل فشل في تقديم الخدمه؟ اول حاجه لو قابلك بروسيس فيها مشكله فانت حاول تعمل ريديزاين للبروسيس ديت وتحاول تخليها بسيطه بحيث تبقى يعني كونسيومر فريندلي، تكون الاكسبيرينس بتاعت الكاستمر بتاعك مور بوزيتيف. تاني حاجه حاول تدخل التكنولوجي في السيرفيس ديت لان ده هيوفر على الامبلويز وهيوفر على الكاستمرز في نفس الوقت. تالت حاجة create high performance customer، بمعنى انك تحاول دايما تانفولف الكاستمر معاك في عمليات الماركتينج، ويكون برضو الكاستمر بتاعك motivated وable ان هو يحصل على الخدمة بشكل سهل. رابع حاجة encourage customer citizenship، طبعا لو فاكرين احنا اتكلمنا على employee citizenship behavior، ففي حاجة اسمها customer citizenship behavior واللي هو بيخلي الكاستمر very loyal للمكان. فلو عندك اكتيفيتي زي دي تقدر تزود بيها اللويالتي فانت اعملها بحيث تمنع الفيلير اوف سيرفيس. طيب ايه هي الفاكتورز ليدنج تو كاستمر سويتشنج بيهافير، او بمعنى اصح ايه اللي يخلي العميل يهرب منك؟ اول حاجه البرايسنج، طبعا برايسنج من الحاجات المهمه جدا. لو الاسعار عندك عاليه جدا او البرايس انكريزد فجاه او حصل ان في انفير برايسنج لاي سلعه او اي خدمه فطبعا الكاستمر بيهرب مباشرة. يعني تاني حاجة الكونفينينس، طبعا لو اللوكيشن بتاع المكان او الشركة او الاورجانيزيشن او السيرفيس اللي بتقدم دي مش مناسب بيهرب طبعا العميل لو في ويتنج تايم عالي. تالت حاجة كور سيرفيس فيلير، يعني السيرفيس نفسها فيها مشاكل او في مثلا بيلينج ايرورز في البيلينج بروسيس، او مثلا حصل كارثة معينة في تقديم الخدمة اثناء تقديم الخدمة.